وللمزيد من التفاصيل حول أداء الأسواق العالمية معي في الاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي. أهلا بك رائد. رائد، كما نعلم أن الأحداث الرئيسية المؤثرة والحدث الرئيسي المؤثر على الأسواق وتصريحات جيروم باول بشأن معدل الفائدة ومستويات التضخم، بداية هل تعتقد بأن الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى أن يغير سياسته النقدية؟ يعني الفيدرالي في اجتماعه الأخير يعني نوعا ما كان قراءة الأسواق لما أتى به الفيدرالي، على الرغم أنه لم يقم بتغيير أسعار الفائدة، ولكن الحديث عن إمكانية رفعين لأسعار الفائدة خلال عام 2023 من خلال قراءتنا للدوت بلوت الذي وضح تصويت الأعضاء على رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة، لاحظنا ارتفاع عدد الأعضاء المؤيدين لرفع أسعار الفائدة من 4 إلى 7 أعضاء خلال العام 2022، وذلك يعزز أن الفيدرالي يخشى التضخم ومستويات التضخم الحالية قد تكون ليست مؤقتة بارتفاعاتها، ويجب أن يتحرك سريعا إلى عملية تشديد السياسة النقدية من خلال تقليص برامج شراء السندات، وأيضا الحديث عن إمكانية تقليص أسعار الفائدة بموعد أقرب من عام 2023. كان في عندي إشارات لمستها الأسواق في يوم الفيدرالي ذلك الذي حدث بالأسبوع الماضي، عندي الأسهم التي تستهدف التضخم أو التي تتفاعل مع ارتفاع التضخم عملت يو تيرن واضح وعملت نيو تريند بالاتجاه الهابط، عادت للتصحيح لكنها لم تصل للمستويات السابقة بعد. يوجد ضغط حقيقي على الفيدرال الأمريكي بأن إبقاء السياسة التيسيرية لفترة ممتدة طويلة سوف يكون له أثر سلبي، بالتالي الفيدرالي سيلجأ كل ما سنحت له الفرصة إلى يعني ترهيب الأسواق بأن تشديد السياسة النقدية وامتصاص السيولة الفائضة في السوق قد يحدث ذلك فعلا، قام بها من خلال ليلة واحدة محى أثر شراء السندات لشهرين كامل من خلال عملية شراء ريبو عكسية تمت بأكثر من 540 مليار دولار أمريكي، محى فيها أثر شهرين إلى 3 شهور من شراء السندات الأمريكية، وبالتالي هذا يعني أن الفيدرالي يتجه إلى امتصاص السيولة ويقلق من أن التضخم قد يخرج عن السيطرة. قد لا يحدث ذلك الآن ولكن الأسواق تسعر مسبقا، لذلك الفورة التي نشهدها حاليا هي محاولة استغلال للارتفاعات القصوى التي قد تحدث خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع القادم، ومن ثم ستعود مجددا للضغط بالاتجاه الهابط، وممكن نشهد مزيد من التراجعات على الأسواق الأسهم الأمريكية على وجه التحديد إذا ما توجه الفيدرالي إلى سياسة تشددية أكثر وضوح. طيب بالحديث عن النفط، اليوم نرى خام برنت يعني تجاوز مستويات 75 دولار، ما الذي قد يساعد أسعار النفط أو البرنت ليحافظ على مستويات على الأقل 70 دولار خلال الفترة المقبلة؟ 70 دولار ممكن أن يحافظ عليها لفترة ممتدة، سواء كان هو حتى WTI ممكن أن يبقى مستقر فوق مستويات 70 واستهدافات أكثر بالفترة القادمة. حقيقة إذا أجينا على معادلة الطلب والعرض بالنسبة للنفط، فنلاحظ أن الطلب لا يزال واضح دون المستويات التي كان عليها قبل البانداميك أو قبل الجائحة. عندنا الطلب من أنه كان المفروض يكون 100 مليون برميل يوميا، الطلب حاليا هو عند مستويات 96 مليون برميل. عندنا حديث أيضا عن انفتاحات في الاقتصاد، طلب أكبر، لاحظنا نقص في مخزونات النفط بشكل تقارير متتالية على الأسابيع الماضية من وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن الطلب على النفط في الفترة القادمة سيكون أكبر، وأيضا عندي العقود الآجلة تظهر أنه وتسعر هذا الأمر أنه أسعار النفط في الفترة القادمة ستكون أعلى مما هي عليه على السبوت كونتراكتس، بالتالي ذلك يفتح مجال لمزيد من الارتفاعات. وأيضا ما ننسى أنه النفط مقيم بالدولار والدولار تحت الضغط مرة أخرى. طيب بالنسبة للذهب، الذهب اليوم على استقرار، هل سيخسر مستويات 1700 دولار أو قد يتخطاها في ظل هذه الظروف الراهنة باختصار؟ يعني نحن عندنا الذهب لا يولد عائد، وبالتالي المستثمرين حاليا في ريسك أون مود، رغبة بالمخاطرة، في دمبنج للذهب أو بيع للذهب وتوجه نحو أسواق الأسهم أو أسواق العائد المرتفع، وهذا ما يشكل ضغط حقيقي على الذهب. إذا فقد مستويات 1750 دولار قد نشهد مستويات 1680 دولار للأونصة. نعم، إذن رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي، شكرا جزيلا لك وتواجدك.